استنادا إلى التوجيه الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه بعودة قمة صلاة الجمعة مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أعلن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفة أنه في ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من آراء شرعية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا كوفيد-19، فإن إقامة صلاة الجمعة فقط في هذه المرحلة سيكون وفقا للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المقررة. وأكد معالي وزير العدل وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة لإقامة صلاة الجمعة ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 من شهر يونيو 2020. وفي هذا الشأن قال معالي الوزير إن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الأوقافين لعمل الترتيبات اللازمة بشأن الجوامع والمساجد المهيئة التي ستقام فيها صلاة الجمعة بناء على تحقق الاشتراطات بشكل مسبق وفق الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن. ولفت معالي وزير العدل إلى أنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، سائلا المولى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة وسيء الأسقام، وأن يمن بالشفاء والعافية على المصابين به، وأن يحفظ الجميع منه ويعجل بانتهاء هذا الوباء في القريب العاجل، وأن يرزقنا الأمن والأمان والإطمئنان، إنه سميع مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.